المحلات التجارية، فهذه كالبقالات مثلا ونحوها، فإنه يزكيها بمعرفة قيمة البضاعة عند مرور حول عليها، يقوم البضاعة الموجودة عنده وينظر إلى النقود أيضا الكاش سواء التي بيده أو التي له عند الآخرين ما هو حال، إذا كان مليئا المدين باذلا غير مماطل كما سيأتي، ويخصم الديون الحالة التي عليه ولا يحسب الأصول الثابتة ونحوها، ويخصم أجرة المحل وأجرة العامل ونحو ذلك، ثم يزكي ما تبقى. فإن كان المحل التجاري يقوم على العمل لا على البيع، مثل محلات الصيانة والمغاسل الملابس ونحو ذلك، فإنه يزكي ما يقبضه إذا حال عليه الحول. فإن كان يصعب عليه تمييز ما حال عليه الحول وما لم يحل، فإن الأيسر في حقه كما تقدم في شأن الأوراق النقدية أن يحدد يوما في السنة ثم ينظر ما عنده من النقود فيزكيها، سواء كانت في يده أو كانت عند الغير ما هو حال على مليء باذل